السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله رب العالمين حنكمل في مساق الأوتوكاد. اليوم إن شاء الله حنتكلم بعد ما خلصنا في مخطط تفاصيل السقف طريقة هاي، تمام، هي توزيع أحجار الربس، تمام. من الأصل الشباب يكون عليه فيها توزيع حديد على الربس، هنا يظل معنا وقت، فإن شاء الله بنكمل بنحط لكم توزيع الحديد هنا، ان شاء الله بنشرح عليه محاضره توزيع الحديد، تمام. اليوم ان شاء الله حنرسم المخطط الثاني اللي هو مسقط افقي لتفاصيل القواعد. مسقط افقي لتفاصيل القواعد، وجينا طلعنا على الجدول هذا. ايش معنى الجدول هذا شباب؟ الجدول هذا معناه انه القواعد عندنا نوعين، هي تايب اف 1 واف 2، نوعين، تمام. الاعمده اللي ارقامها 1 و2 و3 و4 و8 و12، ابعاد القواعد تاعتهم بتكون 140 في 140 في 45. هذا شباب الابعاد بالسنتي، تمام. كنا بعد القواعد 140 في 140 في 45. هذا ال 45 الارتفاع، يعني انا لما اجي ارسم لقيت حاجه اسمها المخطط الافقي للقواعد، ال 45 هذا ما بتبينش، هذا ال 45 بتبين في القطاع، لما اعمل قطاع بايش بتبين في السكشن، تمام. فعندي هذول المهم البعدين ايش مالهم المهمين، تمام. طيب فانا شباب عندي التايب، ارقام الكولوم، الدايمنشنز تاع القاعده، وعندي الرينفورسمنت ايش اللي هو الحديد اللي في القاعده، كم بده يطلع ايش فيها كميه الحديد في الاتجاهين، 10 فاي 12 في الاتجاهين، يعني في الاتجاه 140 وفي الاتجاه ايش 140 الثاني، تمام. طيب هنا شباب زي ما حكينا القاعده نوعها اف 1، هاي الاعمده اللي بيكون عليهم اف 1 اللي 140 في 140 في 45 سم. هنا اف 2 اي الاعمده 5 و6 و7 و9 و10 و11، تكون القاعده 160 في 160 في 55 سم، وفيها 12 في 12، تمام. طيب هل لقيتي؟ بدنا نبدا نرسم. عشان نبدا نرسم يا شباب بدنا نروح للاوتوكاد، تمام. بس ممكن انا اخذ النسخه من هنا، مش هتزبط معي ولا لا على الاوتوكاد؟ غالبا هتزبط ان شاء الله، بس كبيره شوي، مش مشكله، كبيره كبيره، تمام. فهي التايب وهي اف 1 واف 2. كيف نجي نعملها يا شباب؟ هلقيت بدنا نفس الكلام الماضي، ناخذ الاعمده وارقامهم، يعني بدنا نشطب مثلا الويندوز والوولز، تمام، والدايمنشنز ديولز، عندي ايش ايش الاعمده وارقامهم، فاجي بعمل لها هذه كنت كوبي، وباجيبها هنا على ايش؟ على جهه، وبجيبها على جهه، برجع هنا باضوي كل لير، وبتاكد اني انا بشتغل في الطبقه مين؟ في الطبقه زيرو. ايش بدي اسوي هالقد يا شباب؟ باجي على الاف 1. الاف 1 عباره عن 140 في 140 في 5، يعني القاعده عندنا مربعه طولها بيساوي عرضها، في بعض الاحيان القواعد الطول تاعها ما بيساويش عرضهم، تمام. بتروح تعمل مستطيل، امر مستطيل، بتضغط النقطه الاول، تكتب دي، تاكد انه بكتب عربي، تمام، هنا اكتب عربي، تمام، انتر. 140 يعني 1.4 بدك تكتب عشان بالمتر حنشتغل، في 1.4، تمام. وهي اول قاعده، هذه اول قاعده بتجيبها هنا تعملها موف، بتحطها في مكان قريب هنا ايش من، نيجي العمود 1 2 3 4، تمام. اول شيء نمشي 1 1 1 2 3 4 عشان الشاب يجيبها في السنتر، بيلزمك تحط لاين من هنا لهنا، تمام، ولاين على كل الاعمده، باش حنحذفهم هذول من هنا سي 1، بينما على كل الاعمده، وبعدين ايش نشوف ايش الاعمده ال 140 وايش الاعمده ال 160، هاي لاين يا شباب له سنتر، صح؟ هذا هي نعمله انه هذا اللاين، هذه اللوحه سهل كثير، تمام، رسمها سهل كثير 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 سهل، وما بياخذش وقت، تمام، ما بياخذ معك وقت كثير، على السريع حتلاقي حالك خلصتها. هاي اللي عملناه، حطينا خطوط ايش، وهنا في القاعده حطينا خط. بس قبل شوي نبدا ممكن نلون القاعده هذه بلون مثلا معين، نخلي له الاصفر 140 في 140،
هنا نيجي نعمل دايمنشن. عشان نعمل دايمنشن عشان نتاكد بس كويس بيمشي معنا هذا الدايمنشن. يعني ايش نوع هذا الدايمنشن اللي انا اخترته؟ ايش مختار نوع الدايمنشن؟ جنرال اسمه مش عارف مين. انا ممكن اعمل المره ممكن تختار عشان ممكن تعمل جراوند بي بنفسه ينفع معك. شوف تعمل جراوند بي هذا الامر الاحمر لا مش حلو كثير. خليك على حاجه اسمها جنرال. كيف بدك تجيب الجنرال هذا شباب؟ انا ممكن تعملها يا شباب. تمام هذول عشان انا جبت الطبقه المحاضره الماضيه جبت الطبقات الثانيه فاجن هذول معنا. تمام ممكن تعملها جنرال بالطريقه هذه اللي بدك اياها. تمام تيجي هنا ممكن هذا الدايمنشن ممكن ما يلزمش لانه حتعمل جدول. لقيت انت نفس الجدول اللي امامنا فوق. تمام اي لون بدك اياه ممكن تلونه هذا مش عارف يعني لون الازرق بدك اياه. تمام تيجي هنا حتقول كوبي اضع زي ما حكينا على سي 1 واثنين وثلاثة وأربعة وثمانية واثناش. هاي من هنا من السنتر تاع الخط السنتر الخط سي واحد هاي اثنين وهاي ثلاثة وهاي أربعة وين ثمانية وهاي ثمانية وهاي اثناش. هذا القواعد على 140 140 تيجي بس هنا بتحذف ها تحذف فان تحذف فان. تمام حذفهم انه احنا دول بس استعنا فيهم. تمام كويس لوحه سهله كثير فيش فيها صعوبه بس ممكن صعوبه هنا في الجدول هنا. تمام فهيك انت ايش رسمت الهاد. انا اول نوع تيجي بتحذف هذا 140 بدنا نعمل واحد ثاني اللي هو مين 160 في 160 55 و 500 شباب ما لهم اي شيء علاقه والرينفورسمنت هذا ما لهش اي علاقه هالجيت. لازم نجي نعمل قطاع بنرسم بنقول دي 1.6 في 1.6 انتر. تمام تمام بتيجي نفس الكلام تعمل دايمنشن ممكن تروح تاخذ نسخه التنسيق نفس نسخ التنسيق. تمام بس تبعد هذا شوي هيك. طيب نفس الاشي بدنا اللون لون ثاني هان ممكن نحطه اي لون نحط هذا اللون نفس الاشي بنحط هنا تيجينا نفس الكلام اعطينا خطوطه تعمل كوبي من السنتر للسنتر تيجي بعد هيك بتحذف الخطوط
هذه مخطط الأفقي للقواعد، تمام؟ وهذا إيش؟ لما أجي أقول لك رسم مسقط رفق القواعد هذيك الجدول، تختار أول إيش؟ اثنين. هنا شباب لازم تيجي تعمل جدول، لازم تيجي تعمل جدول متناسق هنا، تمام؟ بكل جنب اللوحة تعمل إيش؟ جدول. صح هنا كل إيش معلومات موجودة، بس الجدول برضو لازم. وتيجي بتعمل مثلا لاين، بس تخلي يكون متناسق اللاين مع الخط اللي هنا، مثلا طول مثلا نقول 5، تمام؟ ارتفاعه 3، اي 5. اذا بدنا نكبره بنكبره، نزغره بنزغره، ما هي مشكله. اعتقد هيك متناسق. ارتفاعه 3 حتقول اوفست 1، تمام؟ لانه هي 1 2 3، شفتوا كيف؟ تمام؟ 5 انه 1 2 3 4، هاي اوفست برضه مش عارف معنى واحد هذا، واحد لا كثير هذه. طيب ماشي، هنخلي مثلا بدل 5 خليه 1 2 3 4، خليه 6 مكان واحد هنا، تمام؟ يعني من الاول نرسم قوله 6، تمام؟ نقوله 6 من الاول، تمام؟ 1.5 1.5 1.5، هاي اوفست، هاي 1.5. هذا برجع لك موضوع التنسيق هذا، ها كويس. 1.5 تيجي تكتب هالقد فيه، شو مشكلة؟ نحط نقطة هيك، تجينا مثلا تكتب ايش مكتوب هذا. طيب كنا نكتب كله كابيتال، تمام؟ ممكن تكبرها هذه، تجي هنا على امر تضرب مثلا في 1.2، هاي كبرت. هاي تروح تعمل شاب، طلع كوبي من هنا، ما بيجي معك كويسة، تمام؟ كولومز دايمنشنز، دخلت عليها مش مشكلة، نصغرها. أنا ممكن الشباب إحنا يعني ما نخلي، مش شرط يكونوا قد بعضهم كلهم، يعني ممكن هذا نعملها مو نص، يعني نشيلها، يعني هذه أوفست 1.5، الثانية تكون لا أوفست 2، تمام؟ ممكن هذا برضه واحد كثير تكون عليها، أنا ممكن هذا برضه نشيلها هان، نقول أوفست 0.7 عشان يطلع أحلى شغل، تمام؟ نقيس هيك، شيل هذا برضه، هي أوفست 0.7، أحلى 0.7. ها أول زيادة، هيك ال ها أوفست كاميرا 2، أوفست كمان 2، زي ما حكينا الجيت، هنعمل كوبي برضو دايمينشنز والريفورسمنت، نكتب دايمينشنز هنا، سكيل ممكن نذكرها بسكيل، ها
وين 8 تمام وكلهم زيك عندهم نفس نسخ التنسيق تمام نحط هذه اي تايبس تايب نو كولومز دايمنشنز رينفورسمنت نشطب هذه كلها لنا يجينا من الكوبي نكتب رينفورسمنت اي رينفورسمنت كابيتال رين Reinforcement ممكن نكبرها بدك اياها يعني مش كثير كبرناها ممكن نصغر الخط بسكيل تمام هيك تمام شو اي تنسيق بدك اياه بيمشي كويس اكتب الكوبي ما ادري ايش اسمها شفت اف واحد هنا اف اثنين كولومز ايش قلنا واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة واربعة اعتقد ثمانية واثناش ثمانية واثناش هنا خمسة وستة وسبعة وتسعة وعشرة واحداش خمسة ستة سبعة تسعة عشرة احداش يا شباب ممكن هاي تختار تعرض الخط تاعه مش عارف ليش ما عرضوش ممكن انا نعمل بولي لاين احنا ممكن تعمل هنا خليها في الاخر اعمل لكم اياها ان شاء الله كان هنا لل اختار هذه ان شاء الله لاين بولي لاين اسمه تعلم ان شاء الله بعدين بلاش بنقول لكم ايش ممكن تعمل فيه تمام ايش بدك اياه الوان انا ممكن تعمل تمام كمان هنا اللون عشان لون الطبقة يا شباب ممكن احنا نغيرها نعمل طبقة جديدة نسميها نيو لاير نسميها مثلا فوتينج تمام الفوتنج هذا شباب هو جدول تمام نشوف اي خلي لون ابيض هنا باش نحن نغير وتجي تعمل هيك وتحط فوتنج
كلهم هنحطهم في فوتينج في الاخر. نغير هذا اللون كمان نغير. ماشي. أنا نسخة التنسيق. لا شو نقول هذا حالهم نغيرهم. أكيد أي لون بدك يا شباب. أنا أصلا كتبت كتوبة كان أحسن لي لو كتبت كتوبة، لأنه هنا عشان ندخل الطبقات وبعضهم فعمل مشكلة. هنا نجي على الدايمنشنز، بنجي بنكتب 140 في 140 في 45. نجي تحت نكتب 160 في 160 في 55. نجي برنامج كوبي، هنا كم فاي 12 مكتوب 10 فاي 12. كيف نكتب كلمة فاي يا شباب؟ هاي 10 شيفت برسنتج برسنتج سي، تمام؟ شفت كيف؟ 12 كم مرة؟ اكتبها كم مرة؟ انا كم؟ 12 في 12. كيف نكتبها؟ هاي عندك الخط، هاي بنكتب 12 عادي مش مشكلة. وش نعمل؟ في المية في المية، تمام؟ وحرف السي ايش الفايل؟ اشياء اختصارات تحفظها مع كمبيوتر الشغل، ما لقيتهاش ممكن تلاقيها في ايش؟ في داخل الخطوط، تمام؟ في حرف الاي هنا شكل الاوتوكاد كما صار صح، تمام؟ اي رينفورسمنت دايمنشنز كولومز تايب. هذا شباب الجدول بيعطيني ايش؟ اختصار للوحة القواعد. ممكن تجي تاخذها تحطها كلها وتقول لها بدي اياها في الفوتينج، تمام؟ مره تريح حالك، تمام؟ بس هذا كله جاي في مين؟ في الفوتينج، ما حدش بيقدر يلعب فيهم ولا شيء منهم اي حاجه، تمام؟ هذا الجدول خلص لقيته، ما بدنا اياه. بكون هيك انا شباب خلصت مخطط تفاصيل ايش؟ ومسقط افقي لتفاصيل ايش؟ القواعد، مسقط افقي لتفاصيل القواعد. المحاضرة الجاية ان شاء الله، المحاضرة الجاية حنبدا نرسم في السكشنز، يعني حنيجي على الجراند بيم حنعمل فيه سكشنز، تمام؟ ونشوف كيف بنرسمه. نيجي هنا نعمل سكشنز او سكشنز في 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 حزام رئيسي، كويس؟ تمام؟ ممكن بس هذول بس عشان ما نبعدهم مش عن بعض. هذا اعتقد خلص اللوحة لأن احنا رسمناها، تمام؟ هذه ايش؟ هذا الحزمة الأرضية. نجيب بس هذول نحطهم هنا بعضهم عشان يبينوا، تمام؟ احنا ممكن نعمل إطار كمان يا شباب لهذا الموضوع، تمام؟ ممكن نعمل إطارات، كويس؟ خلينا نشوف كيف واحد واحد وانتصل معنا المحاضرات إن شاء الله. ونشوف ايش يعني. كان كم لوحه صار عندنا؟ مسقط افقي للدور الارضي، مسقط افقي للدور الاول متكرر، الشبلونه عملناها بطريقتين، مسقط افقي للقواعد الاحزمه الارضيه، مسقط افقي للسقف، تمام؟ اللي هو تفاصيل السقف، مسقط افقي للقواعد، مخطط تفاصيل ايش؟ القواعد، تمام يا شباب؟ المحاضره الجايه ان شاء الله هنعمل سكشنز في الاحزمه الارضيه، في الاغلب في الاحزمه ايش؟ الارضيه.
يعطيك العافية.